السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلاب الصف السابع، بإذن الله سوف نبدأ بالدرس الثاني بعنوان نينين كتابه، كتاب الجدة. سوف أقوم بشرح هذا النص. قمت بوضع إشارات على الكلمات الهامة والجمل، فقط سوف نركز على هذه الكلمات والجمل. O kasabanın ninesiydi iki bukulümdü. Sanki fırtına karşısında yere doğru eğilmiş küçük bir ağaç gibi duruyordu. كانت هذه الجدة تعيش في تلك القرية، وكانت مثل شجرة صغيرة مائلة باتجاه الأرض كأن عاصفة ضربت بها. يعني هنا يقصد بمعنى أن الجدة ظهرها منحني كشجرة ضربت بها عاصفة ومالت إلى الأرض. أما أصل بوش أوتورماز وكانت لا تجلس بدون عمل. أصل باشكاسنا يوك أون ماي إستمازدي، كانت بالأساس لا تريد أن تحمل عبئا لأحد. يوك بمعنى عبء أو حمل. لهذا السبب كان لا يستطيع أن يشتري ألبسة جديدة، ولا يوجد سبب آخر. هنا ينتهي شرح الدرس. سوف نقوم الآن بحل أسئلة الدرس. النشاط الأول أو التمرين الأول: aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz. سوف نقوم بتحديد معاني الكلمات التي في الأسفل. لدينا هنا كلمات، سوف نقوم بتحديد معناها. انرجي، ما معنى كلمة انرجي؟ انرجي يعني طاقة. طبعا الطاقة تعني مانيفي جوتش، يعني الطاقة المعنوية، طاقة أو قوة معنوية، انرجي قوة معنوية. أرلاشماك يعني بمعنى خطير، يعني صار بوضع خطير. هاستالين تهليكلي دوروما جلمسي فينالاشماك بمعنى أصبح وضعه خطيرا، وضعه المرضي خطيرا. فينالاشماك يعني وضعه مزدري. جيتشينمك بمعنى الشيء الضروري للعيش، يعني مثلا النقود هي شيء ضروري لكي يستمر الإنسان في العيش وأن يشتري مستلزماته. يشماك إتشين جيراكيني سالماك، الذي يضمن الضروريات من أجل الحياة. كلمة باسماك هنا تحدد فترة زمنية بمعنى بيلي بير ياشا جيرمك، يعني الدخول بعمر محدد. عندما يدخل إنسان بعمر محدد نستخدم كلمة باسماك، هي بمعنى الدخول بعمر محدد. ننتقل إلى السؤال التالي أو التمرين الثاني. متينده geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız. يقول هنا لدينا في الأسفل في المستطيلات لدينا مصطلحات بشكل مختلط. سوف نقوم بترتيب هذه المصطلحات ونقوم بكتابة جمل لكل مصطلح. يعني هنا نكتب المصطلح ديملر مصطلحات، وهنا نكتب الجملة المتعلقة بهذا المصطلح. طبعا المصطلح الأول يوك أول ماك، أن يحمل عبئا. سوف نقوم بكتابة جملة هنا. بابام كيمسيا يوك أول ماك استمادي إتشن كوية يرليشتي. ذهب أبي إلى القرية وسكن فيها من أجل أن لا يحمل عبئه لأحد. ننتقل إلى المصطلح الثاني. ننتقل الآن إلى المصطلح التالي. gözden geçirmek بمعنى التفحص. شوف نقوم بكتابة جملة هنا. son bir kez notlarını gözden geçirip konuşmaya başladı. تفحص ملاحظاته لآخر مرة ثم بدأ بالكلام. ننتقل إلى المصطلح التالي.
elinden geleni yapmak. Yani ya'mal ma bi vus'ihi. Ya'mal ma bi vus'ihi. Sefe nequm bi kitabet cümle huna. Sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Min ecel en astatiya musaadetek sefe aqum ma bi vus'i. Nenteqil ila mustalah ettali. Boğazı tıkanmak bi ma'na la lem yastati an yetefavva. La yastati an yetefavva bi kelime. Boğaz vel halk tıkanmak vel insidad. Yani insedde halkuhu yani bi ma'na lem yastati an yetekellem. Ama la yastati el kelam. Sefe nakum bi kitabet cümle tuvaddih aktar. Yaralı köpeği görünce boğazı tıkandı. Konuşamadı, ağlamaya başladı. عندما رأى الكلب الجريح لم يستطع أن يتفوه بكلمة واحدة وبدأ بالبكاء. ننتقل إلى المصطلح التالي. Gözünden yaş boşanmak. Gözünden yaş boşanmak. بمعنى انهمرت الدموع انهمرت دموعه ياشلار او ياش بمعنى دمع. سوف نقوم بكتابة جملة. Sınavı kazanmadığını duyunca bir müddet sustu sonra birden gözünden yaş boşandı. عندما سمع بأنه رسب في الامتحان بقي لفترة وهو صامت بعد ذلك انهمر بالدموع. بقي لفترة ثم انهمر بالدموع وبدأ بالبكاء. ننتقل الآن إلى التمرين التالي. التمرين الثالث. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. جاوب على الأسئلة حسب النص. سوف نقوم بإجابة على الأسئلة. السؤال الأول: نينانين مثلي نيمش. ماذا هو كان عمل الجدة؟ ما هي كانت مهنة الجدة؟ الجواب: أريتمانليكمش. كانت تعمل بمهنة التعليم. أريتمانليكمش. ننتقل إلى السؤال الثاني. نينا كيملر لا يشيرمش. مع من كانت تعيش الجدة؟ الجواب: إكي قزي في تورون. الجواب: إكي قزي في torunuyla yaşıyormuş. كانت تعيش مع ابنته وأحفادها. السؤال الثالث: نينا كتاب يازمايا نصل قرار vermiş. كيف قررت الجدة أن تكتب هذا الكتاب؟ الجواب: yaşlandığını hissettiğinde hatırlarını yazma gereksinimi duyup yazmaya karar vermiş. قررت أن تكتب هذا الكتاب عندما سمعت بأنه ضروري أن تكتب مذكراتها لأنها أحست عندما أحست بأنها قد أصبحت كبيرة. نينان için yapayalnız kalmış. لماذا بقيت الجدة وحيدة؟ الجواب: kızı hastalanınca başka bir şehirdeki hastaneye kaldırılmış. Torunlarını da yakın dostları bakmak için almış. Bu nedenle yalnız kalmış. بسبب أنه قد ذهبت قد حملوا ابنته إلى المستشفى ووضعت أحفادها عند أقرباء ابنتها. أقرباء ابنتها. هذا هو الجواب. السؤال الخامس: نينا أبوكاتن يانونا neden gitmiş. لماذا ذهبت الجدة إلى المحامي؟ الجواب: كتابını bastır. الجواب: كتابını bastıracak birilerini bulması için rica etmeye gitmiş. ذهبت من أجل أن تطلب من المحامي أن يقوم أحد ما بطباعة كتابه. السؤال السادس: نينا yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış؟ ماذا فعلت بالنقود التي كانت تأخذ من الكتاب؟ الجواب: kendisine ve torunlarına bakması için bakıcı kadın tutmuş.
قامت بجلب امرأة لكي تعتني بها وبأحفادها. انتقل السؤال السابع. نينانين kızı neden avukatın yanına gitmiş? لماذا ذهبت بنت الجدة إلى المحامي؟ الجواب: كتابın sayfalarının boş olduğunu anlayınca işin aslını öğrenmek için gitmiş. عندما فهمت أن صفحات الكتاب فارغة ذهبت من أجل أن تعلم ما القصة. السؤال الثامن والأخير. أفوكات نيتشين نيناي. السؤال الثامن. أفوكات نيتشين نيناي جيرتشي سويلميميش. لماذا لم يقل المحامي الحقيقة للجدة؟ الجواب: نينانين فيردي كاتلار بوشمش. الأوراق الفارغة التي كان يعطيها للجدة فقط بو كتابتان جلجك برايا محتاج مش، لأنها كانت محتاجة للنقود من هذا الكتاب. أبوكات بونو بيلدي إتشين أنون أميت ليريني ده كرمات إستمدين دان جيرتشي سويلمامش، لأنه كان لا يريد أن يكسر بخاطر الجدة فلذلك لم يقل لها الحقيقة. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. Nina'nın kitabı metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatmaktadır. Aşağıya metnin hikaye unsurlarını yazınız. Taban sefe nakum bi kitabet anasır el hikaye. Taban anasır el hikaye anlatıcı, anlatıcı ellezi yakum bi şerah. Mekan el mekan, şahıs kadrısı el şahsiyyat el mevcude fil kıssa. Zaman el vakit. Olay örgüsü ve hiye habket el kıssa. Yani maza an maza tetekellem el kıssa ve habket el kıssa. Anlatıcı sefe nekum bil hal huna. Taban men yakum bil şerh huna. Ellezi yakum bil şerh huve şahs el thalis. Nektub huna. Üçüncü kişili. Ellezi yakum bil şerh. Üçüncü kişi. El şahs el thalis. يعني بمعنى الكاتب يتكلم عن شخص آخر لا يتكلم عن نفسه. شخص قادرسو الشخصيات. نينانين kızı ve torunları avukat komşu. طبعا الشخصيات الموجودة في القصة. مكان المكان. قصبة القرية أو المنطقة. زمان الوقت geçmiş zaman في الزمن الماضي. طبعا هنا olay örgüsü حبكة القصة. Sonunda öğretmenlik yapmış yaşlı bir nine geçinmek için hatıralarının yer aldığı bir kitap yazıp tanıdığı bir avukata bastırması için verir. Fakat sayfalar boştu. Nine yaşlıktan mürekkebin bittiğinin farkına varmamıştır. Avukat ninenin paraya ihtiyacı olduğunu bilmekte ve ninenin umudunu kırmak istememektedir. Bu nedenle kitabı yayın evinin beğendiğini, kitap basılınca kadar ayda 200 lira göndereceğini söyler. Parayı kendi karşılar, nine ölünce kızı gerçekleri öğrenir. Taban, hâzihi habket el-kıssa kama şarahnâha fi'd-ders. Nentekil ila es-sual el-hâmes. Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eleştiriniz. سوف نقوم بتوصيل هذه المستطيلات مبينين السبب والنتيجة. السبب والنتيجة. طبعا الجملة الأولى. Çok yaşlandığı için سوف نقوم بوصلها مع الجملة الأخرى في المقابل. Dışarıya çıkması zor oluyordu. الجملة الثانية. Başkalarına yük olmak istemediği için
Etrafındaki insanların yardım teklifini kabul etmedi. Nintakil ettaliye. Nine'nin kızı hastalandığından iki küçük torununa kızının yakın dostları bakmaya başladı. Nintakil ile ahir cümle. Nine'nin babası bir hastalık yüzünden kısa süre içinde vefat etmişti. Taban هذه المستطيلات والجمل كما شرحنا الدرس موجودة في الدرس يعني ترجمة هذه الجمل موجودة في الدرس. سوف نقوم بحل السؤال السادس. Aşağıdaki cümlelerden çıkarabilecektir. Anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız. سوف نقوم باستخراج معنى آخر للجمل المعطاة في الأسفل. لدينا الجملة هنا. Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu. بمعنى أنه كان صعبا عليها أن تخرج. لأنها كانت كبيرة بالسن. هنا بمعنى demek ki dışarı çıkmak dışında başka şeyler de zor geliyormuş. بمعنى أنه يكون صعبا عليها أن تعمل عملا آخر. ولا تستطيع أن تخرج أو تعمل عملا آخر. الجملة التالية bazıları Nine'ye yardım etmeye çalışıyordu. بعضهم كانوا يحاولون مساعدة الجدة. سوف نقوم بكتابة معنى هذه الجملة. Demek ki Nine yardıma muhtaçtı. بمعنى أن الجدة تحتاج إلى مساعدة. هذا هو الشرح. ننتقل إلى الجملة التالية. Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti. بمعنى أنه لم يتبقى هكذا محامين. قد تغير هذا الأمر. سوف نكتب هنا الجملة. شرح الجملة. Demek ki avukat daha önceden daha farklıydı. بمعنى أن المحامين كانوا قبل مختلفين تماما. ننتقل إلى الجملة الأخيرة. Birkaç kişi onun bu işin ötesinden. ننتقل إلى الجملة الأخيرة. Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu. Şerh الجملة. Demek ki onun bu işin üstesinden geleceğine inan kişiler de vardı. بمعنى أنه كان يوجد أشخاص يؤمنون بالذي سوف يأتي من هذا العمل. يؤمنون بهذا العمل. هذا هو شرح الجملة. ننتقل الآن إلى السؤال السابع. Aşağıdaki cümlelerde da de'nin yazılmalarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına de yanlış yazıldığı cümlelerin başına yazınız. طبعا لدينا هنا الروابط أو حرف الجر دا د عندما تكون رابطة سوف نقوم بالشرح هنا. Bağlaç olan دا د ayrı عندما تكون رابطة كلمة دا د عندما تكون رابطة يعني تربط بين جملة وجملة أخرى تكتب بشكل منفصل. وعندما تكون دروم إكي أولان عندما تكون حرف جر تكتب بشكل متصل بتشيك يظهر. عندما تأتي حرف جر تكتب بشكل متصل بتشيك. سوف نقوم بالحل هنا. Sanki fırtına karşısında yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu. طبعا هنا أتت دا منفصلة فلذلك هذه الجملة خاطئة. يجب أن تكون كارشسن دا يجب أن تكون متصلة بكلمة كارشسن. كارشسن دا يعني في المقابل لا يجب أن تأتي منفصلة فنضع هنا ي خطأ يانلش. ننتقل الجملة التالية. Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu. هنا كلمة دا أتت بمعنى أيضا. هنا كلمة دا أتت بمعنى أيضا يعني بمعنى رابطة. هذه الجملة صحيحة. نكتب هنا دي. ننتقل إلى الجملة التالية.
Madem öyle, ben de oturup hatırlarımı yazarım. Huna etet de bende. Huna bimana bende yani bimana ve ana ayla. Yecib en te'ti munfasila. ليست لم تأتي بمعنى باندا عندي، أتت بمعنى أنا أيضا، أتت بمعنى أنا أيضا ولم تأتي بمعنى عندي. عندما تأتي بمعنى عندي نكتبها متصلة، ولكن هنا أتت بمعنى أنا أيضا، فلذلك هذه الجملة خاطئة. نضع هنا ي. ننتقل للجملة التالية. Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu. هنا الدا أتت بمعنى أيضا فلذلك الجملة صحيحة. نضع هنا دي. ننتقل للجملة التالية. Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu. هنا أتت بمعنى أيضا. Evine de إلى بيتها أيضا. هذه الجملة صحيحة. أجت رابطة. أتت بمعنى رابطة. نضع هنا ت. ننتقل للجملة التالية. يصدقلارının da kızı dahil kimsenin okumasına izin vermiyordu. هنا أيضا الجملة صحيحة لأنها أتت بمعنى أيضا يعني رابطة. لم تأتي حرف جر. معناها نكتب هنا د. Nine 99 yaşına hastalığında Nine 99 yaşına bastığında kızı hastalandı. Taban huna bastığında huna etet huna etet bir mana harf cer. Bastığında indeme. Bastığında indeme. Felizalik yecib en te'ti muttasile. Huna durum iki. Yani bir mana muttasil. Yecib en te'ti muttasile. Nada huna de. Nentaqe ile cümle taliye. Komşusu yine de nineyi istediği yere götürdü. طبعا هذه الجملة خاطئة لأن كلمة دي يجب أن تكون منفصلة لأنها ليست حرف جر هنا. يينه دي من جديد يعني بمعنى يينه دي من جديد أيضا وليس في جديد. يينه دي هكذا خطأ لذلك يجب أن تكتب بشكل منفصل. نضع هنا ي يانلش. هذه آخر جملة. ننتقل الآن إلى التمرين الثامن. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar halini örnek gibi yazınız. سوف نقوم بكتابة هؤلاء الأفعال التي تحتها خط بالمصدر. يعني مثلا hastalandı مصدر هذا الفعل نقوم بوضع ماك أو ميك. تصبح hastalanmak تصبح hastalanmak كما موضح هنا سوف نقوم بكتابتها في الأسفل. كتابة الأفعال في الأسفل. hastalanmak kaldırıldı تصبح kaldırılmak kaldı تصبح kalmak terk etmedi تصبح terk etmemek İstemedi tusbih istememek. Geri çevirdi tusbih geri çevirmek. Üzülüyordu tusbih üzülmek. Buldu tusbih bulmak. Giymişti tusbih giymek. سوف نوضحها هنا أكثر. ننتقل الآن إلى السؤال التاسع.
Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örnekler gibi çiziniz. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz. طبعا هنا لدينا أفعال سوف نصنف هذه الأفعال التي تحت خط أو سوف نحن نقوم بوضع خط تحت الأفعال ثم سوف من بعد ذلك سوف نقوم بتصنيفها. ننتقل للتمرين التاسع. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz. يقول هنا سوف نقوم بتصنيف هؤلاء الأفعال الموجودة في الجمل ونضع تحتها خط ونصنفها في الجدول الذي في الأسفل. لدينا إيش، أولوش، دروم. سوف نصنف الأفعال كل حسب نوع. الجملة الأولى أصلا بوش أطور مازدي. أصلا بوش أطور مازدي. يقول هنا بأنها لا يجلس أو لا يبقى بدون عمل. لا يجلس بدون عمل. أطور ماز. هنا الفعل أطور ماز. هذا الفعل وصفي، فلذلك هذا الفعل نقول عنه دروم. الفعل الوصفي نسميه دروم، يعني جالس، يجلس، يضحك، يبكي، يلعب. هذا فعل وصفي نسميه دروم. bahçedeki elmalar kızarmıştı. نضجت أو احمرت التفاحات التي في الحديقة. kızarmıştı هذا الفعل هو فعل تحول، يعني كان التفاح لونه أخضر وتحول إلى اللون الأحمر. كل فعل تحول نسميه أولوش. كل فعل تحول نسميه أولوش. تحولت من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر، مثلا الأوراق اصفرت، الأوراق اخضرت، هذا فعل تحول نسميه أولوش. الجملة التالية باندا هاطرلارم يزارم لأكتب ذكرياتي أو أكتب ذكرياتي. أريد أنا أيضا سأكتب ذكرياتي. هنا أكتب هنا حال، يزيورم أكتب، يبيورم أفعل، آليورم أبكي، فلذلك هذا الفعل دروم. ننتقل الجملة التالية باغمزدكي أزملر إكي هافتايا كدار أونغون لاشر. العنب الذي في كرمنا إكي هافتايا كدار أونغون لاشر، بمعنى أنه سوف ينضج بعد أسبوعين. يعني العنب لم ينضج بعد، سوف ينضج بعد أسبوعان، معناها سوف يتحول، سوف ينضج. كلمة أونغولاشر هي فعل تحولي، نضع هنا أولوش، نصنفه بالأولوش، أفعال أولوش تحول. ننتقل الجملة التالية أنملر تشوجوكان تشمدان سوريكلي سو تاشرمش. أمهاتنا قديما عندما كانوا أطفالا كانوا ينقلون الماء من النبع. كلمة تشرمش نقل، تشرمش ينقل، هذا الفعل حال ينقل، فلذلك نسميه دروم. ننتقل إلى الجملة التالية هر سبا ساعت صفر آلت أوتوز دا ألارم سيسيلة ويانورم. كل يوم الساعة السادسة والنصف أستيقظ على صوت المنبه. كلمة أيانرم أستيقظ، أستيقظ هنا فعل حالي، لذلك نضع دروم. كارديشيم أوداسندا تك باشنا أوين أوينيور. أخي يلعب في غرفته وحيدا. أوينيور يلعب، وهنا حال نضع، نصنفه في أفعال دروم، نضع هنا دروم. بيبيكليرين ترناكلاري يتشكينلردن هزلي أوزيور. الأطفال الرضع تطول أظافرهم أسرع من البالغين. كلمة أزيور تطول، هذا الفعل فعل تحولي وليس وصفي، بمعنى تحول. كانت أظافره قصيرة ثم أصبحت طويلة، تحولت. هذا الفعل يصنف أولوش، يصنف أولوش. ننتقل إلى الجملة الأخيرة Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu. هنا يشرح أن الطلاب
قاموا بالركض في حديقة المدرسة أو في باحة المدرسة. قاموا بالركض في باحة المدرسة. كلمة كوشتو ركض بمعنى حال درم، نقوم بتصنيفها درم. ننتقل الآن إلى الجدول، سوف نقوم بتصنيف الأفعال التي ذكرناها سابقا هنا. إيش بيلديران سوزوكلير؟ دروم بيلديران سوزوكلير، ولوش بيلديران سوزوكلير.